السلام عليكم. اليوم سنتمم درس الحرب العالمية الثانية. خلال الحصص السابقة تعرفنا على مراحل وأسباب الحرب العالمية، إذا اليوم سنتعرف على نتائج الحرب العالمية الثانية. إذا سنستعين بالوثائق الثانية. إذا كما نعرف أن الحرب العالمية الثانية كانت لها مجموعة من النتائج، نقسمها إلى ثلاث أصناف رئيسية: بشرية، ثم اقتصادية، ثم سياسية. سنبدأ بما هو بشري. إذا نعم، كما نعرف أن جميع الحروب تخلف قتلى. إذا سنلاحظ من خلال هذا الجدول، وثيقة 1 صفحة 83، أن الحرب العالمية الأولى في ألمانيا فقط خلفت ما يقارب 6 مليون نسمة، منهم 2 مليون مدنيين، ثم 4 ملايين عسكريين. إذا في المجمل العام خلفت الحرب العالمية ما يقارب 62 مليون نسمة من القتلى. إذا نعم، هذا بما يتعلق بالقتلى. الآن سنتعرف على النتائج الأخرى. إذا الحرب العالمية نعم خلفت كذلك نتائج بشرية متعلقة بعدد ارتفاع عدد المعطوبين، وكذلك الجرحى، وكذلك انتشار الفقر والبطالة، وارتفاع عدد اليتامى. كما أن الحرب العالمية الثانية، كما عرفنا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خلفت ارتفاع عدد المعطوبين والجرحى وكذلك اليتامى، كما أن أوروبا عرفت انتشار الفقر والبطالة والتشرد بشكل كبير، واليابان عرفت انتشار بشكل كبير أطفال مشوهين خلقيا. في السنوات المتتالية للحرب العالمية الثانية ازداد الأطفال بشكل كبير مشوهين خلقيا. إذا هذه متعلقة بالحرب العالمية الثانية مرتبطة بالخسائر البشرية. الآن سنتحدث عن الأمر المتعلق بالخسائر الاقتصادية. إذا الحرب العالمية الثانية كانت لها مجموعة من الخسائر الاقتصادية، كما نلاحظ في وثيقة 2 صفحة 83، أن الحرب العالمية الثانية خلفت مجموعة من الدمار بشكل كبير. إذا هذا من أهم الأشياء التي استمرت في أوروبا، إذا دمار الأراضي الصالحة للزراعة وكذلك دمار المصانع. إذا ما نتيجة هذا الدمار على الحرب على اقتصاد أوروبا؟ إذا أول نتيجة هو تقلص الأراضي الصالحة للزراعة وتقلص المحاصيل الزراعية. إذا النتيجة هو أن الدول الأوروبية ستقوم بالاستيراد من الدول الأخرى. إذا دول أخرى سيرتفع عندها الاستيراد بشكل كبير جدا، بينما الصادرات ديالها ستقل. إذا سيؤدي إلى عزف الميزان التجاري. ثاني شيء، تدمير البنية التحتية كالطرق والماء والكهرباء. وكذلك أوروبا على المستوى الاقتصادي كذلك عرفت تزايد أو ارتفاع نسبة التكاليف الحرب، يعني أن الدول الأوروبية اللي تقوم بالتسليح وشراء الأسلحة قامت بالرفع من التكلفة ديالها، حيث نلاحظ أن ألمانيا كانت تكلفة ديالها خلال 1940 35.2%، بينما ارتفعت سنة 1940 إلى 65.5%. إذا هنا سيتضرر الاقتصاد بشكل كبير، لأنه تم فقط بالجانب الأسلحة وكذلك الشراء المنتوجات، بينما الإنتاج قل بشكل كبير كما قلت، سيؤدي إلى عزف الميزان التجاري للدول الأوروبية. إذا نطرح سؤال جوهري، من المستفيد من هذه الحرب؟ إذا كما أعرف أن الدول الأوروبية تضررت بشكل كبير جدا من هذه الحرب، من المستفيد؟ إذا المستفيد الرئيسي من هذه الحرب وهي الولايات المتحدة الأمريكية، التي ارتفع اقتصادها بشكل كبير جدا، وأصبحت تقوم بتصدير مجموعة من المواد الغذائية والأسلحة للدول الأوروبية. إذا هنا ازدهار اقتصاد دولة الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تضرر اقتصاد الدول الأوروبية. إذا استفادت الولايات المتحدة الأمريكية، ازدهر اقتصادها، بينما الدول الأوروبية تدهور اقتصادها بسبب العوامل التي ذكرنا في السابق. إذا هذه الأسباب الاقتصادية التي نتجت عن الحرب العالمية الثانية. الآن سنتحدث على ما هو مرتبط بالخسائر السياسية أو النتائج السياسية. إذا كما نلاحظ في وثيقة واحد صفحة 84، هناك خريطة تبين لنا أهم النتائج السياسية أو التغيير الذي حصل على الخريطة السياسية العالمية وخاصة أوروبا. إذا نلاحظ أن
أهم شيء وهو تقسيم ألمانيا إلى 4 مناطق نفوذ. إذن أولا تقسيم ألمانيا إلى 4 مناطق نفوذ، بينها نعم الاتحاد السوفيتي، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا. إذن الدول المنتصرة وهي دول الحلفاء، كما أن بولونيا الدول نعم الدول المنتصرة توسعت على حساب الدول المنهزمة وخاصة ألمانيا، حيث أن بولونيا نعم توسعت حساب ألمانيا، ثم فرنسا نعم كذلك توسعت على حساب نعم على حساب ألمانيا، بينما الاتحاد السوفيتي توسع على الدول المجاورة له. إذا هذه أهم نتيجة وهي تغير الخريطة السياسية للعالم، حيث أن دول توسعت على حساب دول أخرى. هناك مجموعة من النتائج الأخرى السياسية، نعم انعقاد مجموعة من المؤتمرات كما تلاحظون وثيقة 3 صفحة 85. إذا من أهم هذه المؤتمرات مؤتمر يالطا. هذا مؤتمر يالطا كان نعم انعقاده هو تقرير مصير الدول المنهزمة. إذا الدول المنهزمة ما هو مصيرها؟ حدد مصير الدول المنهزمة. وهناك نتيجة أخرى وهي وثيقة 4 صفحة كذلك 85. إذا قرأتم النص ستلاحظون أن الدول الأوروبية والدول نعم بشكل عام الدول الأمم الكبرى والأمم العالم إذا اجتمعوا ليؤسسوا إذا الأمم تأسيس هيئة الأمم المتحدة. إذا سنتعرف على أهم أهداف هذه إذا أهداف هذه الهيئة. إذا أول هدف هو تحقيق السلم والأمان العالمي. ثاني شيء هو إيمان واحترام حقوق الإنسان الأساسية. ثاني شيء تحقيق العدل والمساواة والتسامح بين الدول العالم لتفادي الحروب في المستقبل. إذا هذه هي أهم الأشياء. إذا هيئة الأمم المتحدة إذا تأسست لتحقيق السلم والأمان العالمي، ثم تحقيق حقوق الإنسان واحترامها، ثم تحقيق السلم والتسامح والحرية والعدل بين الدول نعم دول العالم. إذا هذه من أهم النتائج السياسية. إذا كذلك هناك مجموعة من النتائج الأخرى، إذا أهمها هي انهيار نعم الأنظمة الدكتاتورية. كما لاحظنا في الحصص السابقة وفي الدروس السابقة أنها إذا الحرب العالمية الأولى خلفت مجموعة من الأنظمة الدكتاتورية، بينها النازية في ألمانيا نعم زعامة هتلر، ثم عندنا الفاشية نعم في إيطاليا بزعامة موسوليني إذا بإيطاليا. إذا هذه هي الأنظمة التي ظهرت. إذا خلال الحرب العالمية الثانية أو بعد الحرب العالمية الثانية إذا هذه الأنظمة انهارت بشكل كامل نعم، ولم تعد موجودة نعم في جميع الدول، وظهرت في نعم في عوضها ما يسمى بالدول الديمقراطية التي تحترم الحريات الشعوب ديالها وتحقق المساواة بين الشعوب ديالها. إذا هذه أهم نتيجة كذلك. وأهم نتيجة أخرى كذلك هي ظهور الثنائية القطبية. يعني كما نلاحظ أن أهم الدول التي ظهرت وأصبحت تسيطر على السياسة في العالم والاقتصاد العالمي بشكل كبير دولتان، وهو الاتحاد السوفيتي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. إذا الاتحاد السوفيتي في الجهة الشرقية قاد وتزعم المعسكر الشرقي، إذا هنا معسكر الشرقي، أما المعسكر الغربي تزعمته الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هذه أهم النتائج التي ظهرت أو بعد الحرب العالمية الثانية، إذا بشرية وسياسية وكذلك اقتصادية. إذا كخلاصة، إذا الحرب العالمية الثانية كانت لها مجموعة من نعمت نتائج الكبرى، ولكن أهم نتائج كبرى وهي إذا ظهور نعم ظهور الثنائية القطبية بزعامة الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي سيطرت على اقتصاد العالم بشكل كبير. إذا أتمنى أن يكون الدرس في حسن ظنكم، وكذلك أتمنى أنكم تقوموا بمشاركة هذا الفيديو مع الزملاء ديالكم ضمن المجموعة، وشكرا.